السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرييتيف جو. في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن الانيميشن فيجواليزيشن، او ازاي اشوف اعمل الانيميشن بتاعي قبل ما اعمله ريندر وقبل ما اتم عملية التحريك النهائية بتاعتي. طبعا انا لازم ابقى في الانيميشن مود عندي، همسك المين ريج وادخل على فيجواليز، والمرة دي هنتكلم على الجوست فيجواليزيشن. هضغط على جوست سيلكتد على الويندو اللي جنبها عشان اشوف الاوبشن بتاعنا. اول حاجة عندي حاجة اسمها تايب اوف جوستنج، او نوع الجوستنج بتاعي. خلينا نبتدي من الاول كده، من اول جلوبال بريفرنس. لو دخلت على السيتنج عندي، يعني لو قفلت ودخلت هنا على السيتنج ودخلت هنا على انيميشن، هلاقي انيميشن ديسبلاي بريفرنس جوستس، وهي دي الاوبشنز اللي خاصة بالجوستنج. يعني هنا بيقول لي ايه، انت لو هتعمل جوستنج عايز نعمل لك الجوست ده 3 فريمز قبل و 3 فريمز بعد. طب تعالوا كده عشان نشوف، يبقى الموضوع ابسط بالنسبة لنا. هيمسك الرج وندخل على فيجواليز، واجي اقول له جوست سيلكتد كليك، وادخل هنا على جلوبال بريفرنس واجي اقول له جوست. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ابتدى يظهر لي زي خيال او شبح للانيميشن بتاعي. لو جيت دوست بلاي ولو جيت عملت ستوب، هلاقيه عامل لي الخيال ده 3 فريمز قبل و 3 فريمز بعد، وهو ده الجلوبال بريفرنس. تعالوا نرجع تاني ونمسك الانيميشن بتاعنا الفيجواليز بتاعنا واقول اون جوست اول. تعالوا ندخل على فيجواليز واقول له جوست سيلكتد مره تاني. ممكن اجي اقول له اعمل لي جوست لكاستم فريمز، يعني انا ممكن اقول له انا عايز اشوف الجوست بتاعي ده في فريم 1 وفريم 10 وفريم 20، واجي اقول له جوست. هنلاحظ ان في فريم 1 انا شايف جوست، وفي فريم 10 انا شايف جوست، وفي فريم 20، والجوست بيوري لي اماكن الحركة بتاعت الكرة بتاعتي هتبقى فين طول ما انا بعمل انيميشن. تعالوا ندخل تاني ونقول له ان جوست اول، بعد كده نقول له فيجواليز واخش على جوست سيلكتد مره تانية عشان نتعرف على النوع اللي بعده. الكاستم فريمز زي ما احنا قايلين 3 قبل و 3 بعد، نفس كان الموجود في الجلوبال بريفرنس بالظبط. احنا ممكن نخليه مثلا 8 و 8، وهاجي كمان وهقول له انا مش عايز اشوفها كل فريم. امال انت عايز تشوفها كل قد ايه؟ كل 3 فريم، ده الستيب سايز. تعال نقول له جوست ونيجي نقول له بلاي. هتلاحظوا ان هو عمل لي الانيميشن بتاعنا 8 قبل و 8 بعد، وعمل سكيب ل 3 فريم قبل و 3 فريم بعد. يعني ما بقاش يعمل الجوست كل فريم بالظبط، لا هو بقي يعمل الجوست كل 3 فريم وهكذا. ندخل دلوقتي على جوست على فيجوالايز واقول له ان جوست اول، ونرجع الانيميشن بتاعنا من اول وجديد، ونروح للفيجوالايز وهدخل على اوبشن، وهتكلم دلوقتي على اخر نوع اللي هو الكي فريمز. عندي نوعين من الاختيارات بتاعتي، واحد هو التايم سلايدر اللي هو هيعمل لي كي فريم من واحد الى ما لا نهايه، او التايم سلايدر كله، يا اما هقول له ستارت واند، هقول له الستارت فريم مثلا واحد والاند فريم هو المية، وبكده هو هيعمل لي جوست من واحد لمية. انا هخليها تايم سلايدر واجي اقول له جوست، هلاقيه عمل لي جوست مكان الكي فريمز. يعني لو جيت عند كي فريم 10 هلاقيه هنا عامل لي جوست، كي فريم اللي فوقيه كده اللي هو 18 هلاقيه عامل لي جوست، وهكذا بيبين لي الانيميشن بتاعي بالكامل هيمشي وهيقف ازاي. وبكده هنبقى خلصنا الجوست فيجواليزيشن. لو شايف ان الفيديو مفيد ليك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لك فيديوهاتنا في اقرب فرصه.